قد لا تتوفر لك بيئة صالحة، ولكن هذا ليس عذرا لترك الاستقامة. لا توجد بيئة أسوأ من بيت فرعون، وقد خرجت منه امرأة ضربها الله مثلا للذين آمنوا. لولا وجود عكس المعنى لما كان للمعنى معنى، فلولا وجود العسر لما كان لليسر معنى، ولولا وجود التعب لما كان للراحة معنى، ولولا وجود الحزن لما كان للفرح معنى، ولولا وجود الظلام لما كان للنور معنى. ظروفك الخاصة لك وحدك وأدبك في الكلام حق للجميع. لا تخلط مشاكلك وظروفك النفسية بتعاملك مع الآخرين. الصمت يجعلك تسيطر على من أمامك من خلال نظرات محملة بمعان غير منطوقة تجعلهم حائرين في تفسيرها. هل تعلم لماذا عندما يكبر الشخص يكتب بالحبر بدلا من الرصاص حتى يعلم أن محو أخطائه لم يعد سهلا؟ أحيانا نحاول فتح الباب فنفشل فندفعه بقوة فنتألم، ثم نكتشف أنه يفتح في الاتجاه الآخر فنضحك. كذلك هي المشاكل تحل بالعقل لا بالقوة. احذر أن تكون أهدافك مجرد أمنيات أو رغبات، فتلك بضاعة الفقراء. الجيوب الفارغة لم تمنع أحدا من إدراك النجاح، بل العقول الفارغة والقلوب الخاوية هي التي تفعل ذلك. ما تراه في حياتك الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، وما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبوابا نشعر أنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي. لا تتعجب من عصفور يهرب وأنت تقترب منه وفي يدك طعام له، فالطيور عكس بعض البشر تؤمن بأن الحرية أغلى من الخبز. البعض يقولون أننا لا نفهم الحياة. نعم، الحياة لا تفهم، ولكنها تعاش لحظة بلحظة، فلا تهدرها بالأسئلة وعشها بسعادة. لا تثقل يومك بهموم غدك، فقد لا تجيء هموم غدك، وتكون قد انحرمت سرور يومك. كل تحد من تحديات الحياة ليس إلا هدية من الله سبحانه وتعالى لكي يقربنا منه أكثر وأكثر، ونعرف أن هناك حلا روحيا لكل المشاكل. لا تنصت لهؤلاء الناس، فكل منهم يتكلم من وجهة نظره. حاول مرة أخرى، ولكن غير من أسلوبك وأفكارك. إن لم تخطط لنفسك وترسم الأهداف لنفسك وتنظم وقتك، فسيفعل الآخرون لك هذا من أجل إنهاء أعمالهم بك، أي تصبح أداة بأيديهم. عاشر واختلط مع الذين يهتمون بأوقاتهم كي تصيبك العدوى، وإياك الفارغين، وابحث عن علاج يمنع عدواهم. الكون يرينا الطريق ويسخر الأمور عندما نكون جاهزين. لو كان ما يقال خلف ظهورنا صحيحا لقالوه أمامنا. اسمع مني ولا تسمع عني، فربما أكون بعينك جنة وبعين أحدهم نار، فتحرقك نار القيل والقال.
كلنا أشخاص عاديون في نظر من لا يعرفنا، مغرورون في نظر من يحسدنا، رائعون في نظر من يحبوننا. لا شيء يؤلم أكثر من سقوط قناع ظنناه يوما وجها حقيقيا. إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت. تعلم من أخطاء الآخرين، حيث أنك لن تعيش ما يكفيك من العمر كي ترتكبها كلها بنفسك. الفشل يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي. لا تعطي الأشياء أكبر من حجمها وتهول الأمور فوق طبيعتها لئلا تجعل فشلك أمر فيك لازم والخسارة حليف لك دائم. لا تقل أن الدنيا تعطيني ظهرها، فربما أنت من يجلس بالعكس. طالما أنك تتوجه إلى الله عز وجل باستمرار فلسوف يفتح عليك أكثر مما تتخيل. في المدارس نتعلم الدروس ثم نمر على الامتحانات، أما في الحياة فنمر بالامتحانات ثم نتعلم الدروس. انطلق، خاطر، قيم الأمور، وقم بتهيئة واستخدام تجاربك الماضية ومعرفتك حتى تنجح في المستقبل، لأنه رغم كل شيء لا يوجد فشل. يقولون أن حلمي مستحيل، وأنا أقول إن الله على كل شيء قدير. أنت عندما تأكل تختار أفضل الطعام لتغذي جسدك، فلماذا لا تختر وتنتقي أفضل المعلومات والأفكار التي تغذي عقلك؟ عندما لا تعرف ماذا تفعل يبدأ عملك الحقيقي، وعندما لا تعرف أي طريق تسلك تبدأ رحلتك الحقيقية. الشتاء هو بداية الصيف، والظلام هو بداية النور، والضغوط هي بداية الراحة، والفشل هو بداية النجاح. لا تسمح لأحد أن يأخذ الأولوية في حياتك عندما تكون أنت خيارا ثانويا في حياته، ولا تفعل المستحيل لشخص لن يفعل لك الممكن. أفضل وسيلة للانتقام هي النجاح. إذا أردت أن تعرف صفات شخص، انظر في الطريقة التي يعامل بها البسطاء. الإنسان يتغير ربما للأفضل أو الأسوأ، لا يوجد إنسان ثابت لأن الحياة تتغير، لكن العاقل من يستخدم التفكير الصحيح ليتغير للأفضل. لا تقيم الناس بمظهرهم، ولكن بأخلاقهم ومدى تقديرهم لك. لا تدع التفكير في غير الممكن يلهيك عن الممكن، فتضيع وقتك على الأول وتخسر الثاني. إذا خسرت شخصا لأنك كنت صريحا معه فأنت الرابح، لأن العقول الصغيرة هي التي لا تستوعب الصراحة.